لينا نوض الجماع ما بغيتش لينا غير غادي تجي ماما غادي تلقى روينا راه غادي تغوت علينا غادي تغوت عليك ماشي عليا بغيتيني انا زمان كاع هادشي ما جمعتش كلشي غير نوض ما نعرف هذاك الشيء ديالك انت اللي جمعاه لا انا صغيره على هادشي انتينا صغيرة على الجميع ولكن ما صغيرش على الروينة لينا نوض شوطي ما تبقاش كديري معايا هادشي ديالك انا ما بغيتش الجميع ما غاديش نجمع انتينا صافي دسراتك ماما زين حتى نقول انا وتجي شنو غادير لك واخا شنو غادي دير غادي توريك بشويه انا لينا كاع ما كتعاوني نجمع صافي انت صغيره شنو انت صافي انا ما كنجمع هو انا كنعاونك ولكن هي ما كدير حتى حاجه دير هكا انتينا كبيره هي راه صغيره طلعي لي الدين ديالك بوطك نفطي هذيك الكوبات هي جمعي ديك البيوت وهي ما كدير والو انت راه صغيره دابا حتى هي صغيره غير انا كنت قدها كنت كندير كاع هادشي عرفتي دائما نفس الموال ملي كنت قد املي كنت قد هي دابا نسخر لها الحانوت خليها بنتي نسخرها غير الحانوت حاجه وحده كتقول لها هديها في السيمانه كامله وكتبدا كتغوت وما كتبغيش وفي الاخر كاع ما غادي تمشي ضيع عرفتي بدينا في المناكرة تمشي تجمع لي بيت هي غتمشي تجمع لي بيت صافي لا تكس وهي المستيك ديال قلت لك هي نسخرها الحانوت وهي ما جمعش داكشي اللي هي دارت شنو كاع دارت صافي الكوفر اللي ديرو ها نفطيو صافي ملي الكوفر اللي الحوايج الكتوبه كاين الحاجات ديالها ديال تقسيم ديال الكتاب انا كنتحس بشويك ها انا تيما انت كليتي في المعنى انا كنجمع المحيطي ديال ديك الشيء وانا راني كندير الماء عاوتاني توشينا مرض كيفاش داير عاوتاني نهار جلس معدا مزيان عاوديها اختي شنو نديرو بغيت نخرج انا السيك ديالي نخرجو انت تشكل لي كيسا كتشوفي لا كوزينه بغات تجمع لا بيتكم بغيت تجمع لا صالون بغيت يتجمع صافي راه انا جمعت لاصني طاحت تلمع عندنا فين غادي نخرجو خلينا نجمعو دارنا باش غدا نصبحو اللي عندو شي قرايه ولا عندو شي خدمه غير نمشي ندورو ولا غير نمشي لعند مول الحانوت ناخدو الحليب ولا شي حاجه عافاك تقنط زين هاتي الخبر كلمة بعتيش من هذا النهار سكين مكان راسنا مغلي لك مولا ندور ضيع وش كنا غير الدور نسي بزي نوضي نوضي نوض آي شوية اسمح صح ما يبقى شبيه مصبو والو انا باغا باش نخرج قنط وما قالت لينا كاع ما نخرج حيت كاينه الروينه جمعت كلشي واخ ويلا خليت ولا قلت لماما تخلينا نخرجوا قالت لنا ماشي مشكل شنو الدليل عندك الدوفا غادي ما تلغدا نديرو لك غدا في الصباح نوض ونقادو لك حسبي راسك خارجه صافي شكرا بنتي مالها مالها تغزي ولا هادي صفيريطة مالك اختي ما جيتي عندي ما طلعتي عليا اش كاين قلت بغيت نخرج ولي سخونه لا بغيت نخرج تخرج فين باغا تمشي ما عرفتش هنايا ونرجعو مشى الحال الليل هذا انا عاد قلت لك قبيله دايا نخرج وقلت لها انا مشى الحال كيما شويه عافاك زين ماشي مشكل نمشيو غير الحانوت ولا غير نتمشيو شويه ونرجعو يكون ابراهيم مازال حال شنو باغا تشري بغيت نشري بسكوي اختي بسكوي صافي واخا منين شريتي هادي من حدا الحانوت حدا المدرسه وي كيتلصق وي وي يلا شوفي
ولكن دابا بانشو فيك السخانه ما غاديش نتعطلو. غادي تلبسي عليك لافاست وانا غادي نقول داكشي تلبس المونطون نخرجو دغيا ونجيو صافي. انا اختي انا خاصني غير انت تبرالي هاد الصغيره هادي صغيره صغيره. يلا نوضي تبعين دابا انا نشد حوايجك يلا واخا. بنتي لبستي الشعير؟ شوفي بنتي الله يعطيك الرضا هاد الشعر طلعي لي فوق طلعتي يدي خصني مينات ياكي وسهلا لي ملي تسالي دوك الحويجه طلعي نشريهم انا غادي نخرج كنطلع غير عند الخضار من تحت نجيب الخضيره باش نرد طاجيني طيب صافي. واش هينا غادي دير؟ لان بنتي راها كالسه راها مسكينه عيانه طالعه راها سخانه البارح وهاد النهار انا غادي نمشي كنطير وغادي نجي ما فيها والو. شنو اللي مفيها؟ ما مريضاش باش عرفتي فما مريضاش؟ انتي طبيب؟ لا وكيفاش بنتي لا غادي تعرفيها مريضة؟ قصتي على هاه طلعها لها سخانة درتي لها غير حيت قصتيها ولقيتيها سخونة صاف راها مريضة. انا غادي نخرج غادي نمشي نجيب الخضرة وغادي نجيب لها معايا الضو باش تعرف لها سخانة ماشي فين نهضر معاك ضيا انتي كتبقى انت عندي معاها واش مبغيتيش تفهمي بلي انتي عندك 13 عام واخا وهي في عمرها 10 سنين ماشي قد قدها ضياء واخا انت راه كيديروا كلشي في الدار هي راه مازال مسكينه صغيره وانا كنت قدها راه كنت كندير هادشي اللي راني كندير دابا حفيتي القلب ديالي حفيتي لي بهاد الكاساطه ديال ملي كنتي قدها ملي كنتي قدها هي كنتي قدها دابا هي شكل اخر صحتها ماشي هي صحتك مسكينه شوفي غير كيفاش دايره جلي تاع العظم شوفي سيفتها كيفاش صفر ومخطوف كتبقاش فيك شنو هي دير ما تلحقش تغسل الماعن دير الكرسي مسكينه باش تغسل الماعن هادشي كاع ما صحلق حقي اجي تغسل الماعن انتي غسليه لا انتي غادي تغسليهم دابا هنا شنو خاصك تدير في الدوار كديري انتي الدوار ديال اه ايوا دخلي سوق راسك هنا راه في الصباح راه غادي يوقع لك المشكل دخلي سوق راسك تينا صافي ما بقيتيش مربية انا ما مربياش اذا ماما ما رباتنيش اه كاع ما رباتك سين دابا غير كتهضري وفاش كتجي ماما عاد كتبداي كتفتفي لا اه لا اه لا راه هي ما تسمعوا ما غادي يجيبك الجوفاغ ديالك لا باش تكوني عارفه ديها سوق راسك وشنو غادي ديري غدا الاستاذ غادي تسولك ماشي سوق واخ كينو شنو واش هاد الفيلم قرب يتسالا هانتي شفتي مازال ما تسالاش تفرجتي فيه 5000 مرة خليني انا دابا نتفرج لا ضياء انا بغيت نتفرج تسالى الفيلم الاول وتسالى الفيلم الثاني وهذا الفيلم الثالث وانا مازال ما تفرجتش قلتي فيلم ليلك تسالي هذاك الاول وانا صافي راه كيعيقتي علاش ليه ما كتحكي عليا ما حكراش عليك سالي انت تفرجي في التليفون انت ما سالي تفرجي في التليفون خليني انا نتفرج في التلفاز براك ضيا ما تبقايش كتحكي عليا بحال هكا لينا وراك كتفرجي في 3 الافلام وانا مازال ما خديتش تيليكوموند خليني نتفرج ضيا خاصني نتفرج في هذا الفيلم بنتي راك ديال التلفزيون ورد باش تمشي تنسى حتى 7 المدرسة شويه كتسناك اي اختي كيضرب منك الضو هاد الايامات ولي على هاد البنيته وجدت بنتي راسك باش تنعس لا رضي عليك والله نزيد غير شويه مع الله عاد زدت التليكوموند بصح شكون اللي كيتفرج من قبيله من قبيله وانا كنسمع هاد الصوت هاد الفيلم ضيق كنت كتفرج انا عاد هزيت التليفون وانت عارفه شحال وانا باغي نتفرج هاد الفيلم
باش نتفرجوا على كل شي شويه، ولكن خاصك تمشي تنعس صافي في هذا الاساس. اوكي مرة خلق ولا تبقى تخليك تفرج بكري، ماشي هي تفرج وتمشي دابا تنعس ترتاح وانت ما تفرجيش. يلا نتفرجوني انا معك شي شويه. تهضر معايا وضربيني بعدا على الاقل جيب غير الكوفر اللي تفرجي لي كنت انا وختك. شنو الموسيقى كيفاش دايره من تشوفها؟ هادشي اللي قلت لك انا النهار كامل وانا كنجمع ما عنديش الوقت. ما عندكش الوقت؟ لا انت طيبتي لنا الغدا، انت طيبتي لنا العشاء، واش انت اللي جمعتي تعاوتاني؟ انت اللي جمعتي البيت ثلاث المرات، انت اللي جففتي، انت اللي شطبتي، انت اللي جمعتي من مورلينا، انت اللي جمعتي الصالون. لا هضرتي وهضرتك الله يمسخك. شوفي فوقتاش عندكم الحصة الباسكت غدا؟ غدا مع ربعة ونص. غدا لا ربعة، وانت اختك ما قارياش منين تمشي معاها وسط الكوتش قولو رد معاها الباب باش ما يطيحش ولا شي حاجة. غادي معايا؟ علاش ما تجي معايا؟ حتى الا جات راه غادي تمشي غادي تجلس في الجنب موراها غير غادي تجي لهنايا غادي تقول لك انا بلي راني كاع ما خليتها تلعب. طيب ويلا راه اختك شنو فيها؟ ما كاين حتى شي حاجه ديها معاك ولا خليها تبقى هنايا. علاش تبقى هنايا واختها ماشا؟ قلت لها ماشا ماشا شنو فيها الا مشات معاك؟ ما غادي دير اولا ما غادي دير والو، ثانيا انا بغيت باش نمشي بوحدي باش انا نلعب يكون عندي غير شي وقت اللي هي ما لاصقاش فيا. راه اختك ما عندك منها هنايا ما تكونش واخا راها بنتك. بنتك واختك بنتك نتينا اللي اختاريتي باش تكون عندك بنتك، انا ما اختاريتش باش تكون عندي اختي. واخا اذا صافي ديها معاك للخدمه ولا خليها تبقى هنا.